حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيره بن شعبه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيره خذ الاداوه فاخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبه شاميه فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فاخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضا وضوءه للصلاه ومسح على خفيه ثم صلى